بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فإن الجلسة المحترمة أصدقائي وصديقاتي الأعزاء سيادة الضيوف الكرام يا أيها الهدير والهديرات الأحبة أهنيكم بتحيات الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد أمامكم هنا ليلقي المحاضرات القصيرة حول موضوع إفشوا السلام بينكم. يا أيها الهدير والهديرات الأحبة، ما هو السلام؟ السلام هو الأمانة وبه تبتدي الحبة وتستمر الموت، كما قال رسول الله في رواية الإسلام: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم. افشوا السلام بينكم يا أيها الهدير والهديرات افشوا السلام. وأخير الكلمة هيا نفشوا السلام بيننا، لأنه يربط القلوب والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى اللقاء مع السلامة وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.